هاي، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج السرطان، لتحكي عن مشاعر الحبيب وأنا وياه، مشاعرك كذلك أنت وأنا وياك. ورح نحاول نشوف هذه العلاقة إلى ما ستؤول. كذلك رح أحكي أو أخصص فقرة للناس العزيز، الناس اللي عم ينتظروا قدوم شخص بالمستقبل. رح نشوف إذا الطاقة بتعطينا إذا في شخص أو في قدوم شخص من المستقبل. أوكي، هيدا كل شي. كما العادة وكما عودتكم أن القراءة تقبل أن تكون عكسية، كذلك في احتمالية أنه القراءة مش تنطبق عليك لأنه هذه طاقة عامة. ممكن يعني تستمع للبرج الشمسي أو القمري أو الطالع، شوف أي قراءة تنطبق عليك أكثر واسمع لها. وهذا كل شيء لكم يا برج السرطان، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت. برج السرطان، أنا مشوف على أنه إذا كان الحبيب من برج الأسد أو من أبراج نارية، فأنا مشوفهم مسببين لك نوع من الحزن، نوع من الخسارة، عم تحس في خسارة. وممكن إذا ابتعد هذا الشخص عنك تحس كأنه حياتك مش ولا بد لما بيبتعد هذا الإنسان عليك. بس عم شوف الأوضاع ستتغير أو تغيرت، عم شوف في تغيير للأفضل ولصلح بينك وبينه. هذا للناس اللي ممكن يكونوا في نوع من الخصام بيناتهم. عم شوف طاقة الشريك، كأنه عم يبحث عن توازن بحياته، في كتير خطط بحياته، في نوع من الجهد بيعمله كتير، ممكن بالشغل، ممكن بكتير من الأشياء. كذلك عم يحاول أن يوازن بين عدة أشياء بالحياة، في نوع من كأنه هذا الإنسان عم شوفه بهذا الوقت كتير مشغول، كتير مشغول وعم يوازن بين عدة أشياء. هذا الشخص كذلك مشاعره عم يعني فيها نوع من التغير. أوكي، إذا كان هذا الشخص بالنسبة لك بس صديق وأنت عم تنوي هذه القراءة له، فأنا عم شوف أنه مشاعره بتتغير من الصداقة للحب. أوكي، وكذلك عم شوف على انه ممكن المشاعر عم تاخذ منحى تاني، او يعني اذا ما كانت العلاقه بها يعني بالماضي فيها نوع من التوازن، كنتوا عم يعني عم تتصارعوا كتير بالاونه الاخيره او بها يعني بالفتره الماضيه، عم شوف انه الاوضاع ستتغير للاحسن، وعم شوف في نوع اخذ وعطاء بالعلاقه. اذا هذا الانسان كنت عم تحسه ما بيعطيك بالعلاقه، عم شوف انه مشاعره تتجدد وتتغير، وفي نوع من التغيير عم يحصل بحياته خاصه بالمشاعر. اوكي، كذلك عم شوف على انه مشاعرك انت في حب كبير بقلبك انت يا برج السرطان، عم تحبه لهذا الانسان، في شعلة حب قوية من ناحيتك. عم شوف انه وخاصة عم تظهر هذه العلاقة لانه في طاقات عديدة بهذه القراءة، فبيطلع لي على انه في نوع من الفراق بينك وبينه، او ما في فراق، او انت بهذا الوقت تنتظر مراسلة من هذا الشريك يحكي معك، تحس بقربه لإلك، في نوع من الحب القوي بالنسبة بقلبك يا برج السرطان. هنشوف كذلك على انه ما بتحب في نوع من كأنه هذا الإنسان أوقات عم يبتعد، وأوقات بيكون شخصية يعني شخصية
نارية، شخصية عصبية، أوقات عم يبتعد ما بيحكي معك، أوقات بيكون هيك شوي عصبي. كذلك عم شوف على أنه هذا الإنسان بتحب فيه كتير من الأشياء، بتحب فيه أنه بحب فيك، يعني بتحب فيه أنه عم يشتغل، عم يأسس حاله. كذلك عم تحب فيه لأنه شخص كذلك شخص محب بنسبة كبيرة. ممكن هذا الإنسان عم يبحث عن حاله بهذا الوقت، عم يبدأ شغل أو يبحث عن فرص متعددة. هذا الإنسان كذلك هو ما عم يحب فيك، أنه وقيت أنت بتنكسر بسرعة، بتعمل مشكل وبتكبر هذا المشكل وبتصير تحكي عن هذا المشكل بنسبة كبيرة. ما بحب هذه الطريقة بالحكي وهذه الطريقة، لأنه أنت شخص حساس يبرج السرطان. يعني أصغر كلمة تؤذيك، يعني أنت إنسان حساس جدا، وما بحب فيك هالشغلة. أوقات ما بحب فيك نوع تشاؤم كذلك. ما عم شوف أنا بحب فيك، يعني انه انت انسان فيك نوع من الألفة، وفيك نوع من الحنين الداخلي، تعطيه يعني طاقة إيجابية لهذا الإنسان. بحب فيك كتير أشياء. كذلك الطاقات، لأنه عم أنسى، أنا كل مرة أنسى الطاقات اللي عم تطلع عندي. برج الدلو، برج الدور، برج العقرب، كذلك برج الحوت. بس كل طاقة في الأبراج المائية، الأبراج النارية والترابية. بس ما عم شوف الهوائية حاليا هيدي الطاقة. بس هذا ليس دليل على أنه هذه القراءات أو الحبيب ما يكون من برج هوائي. فيه يكون إيه في برج الدلو، سامحوني أنا عندي نسيان بنسبة كبيرة. في كذلك برج الدلو، يعني في طاقة هوائية. هذا كل شيء للطاقات. كذلك عم شوف على انه يا برج السرطان، كأنه حاسس حالك بدك تحكي مع هذا الانسان، زعلان، تنتظر الحكي معه. انا عم يطلع لي بهذه القراءة انه مبتعدين عن بعض، في ابتعاد عن بعض بهذه اللحظات. نشوف في تعلق وفي نوع من يعني عم تفكر بهذا الإنسان، بدك إنه يرجع لك، ويعني عم تتذكر لحظات حلوة مع هذا الإنسان. هو كذلك عم شوفه ممكن بهذه اللحظة هو بيتذكر انه كان معك، بحب اللحظات اللي كنت يقضيها معك. كذلك هذا الانسان عم يحبك بنسبة كبيرة، عم يشوفك شخص جميل وبيقدر هذا الحب. لهيدا انا عم شوفه عم يتغير، او مشاعره عم تتغير كتير. اوكي، كذلك عم شوف على انه مستقبل العلاقة جيد جدا. عم شوف انه في نوع من طلب المسامحة، في نوع من الرغبة في تصليح الأمور. عم شوف في بداية جديدة أنت وهذا الشريك. عم شوف أنه في نوع من المسجات رح تبعتوها لبعض ورح تتغير الأمور. عم شوف تغير للأفضل يا برج السرطان، في تغيير للأفضل. كذلك عم تطلع دول، هيدي العلاقة منا يعني ستنتهي. حتى لو كان في خصام أنت والشريك وما عم تحكوا مع بعض، إنه العلاقة ستستمر، العلاقة ستعود من جديد. في نوع من المسامحة منك ومنه، هذه العلاقة ما انتهيت بعد. أوكي، للناس اللي عزيب، الناس اللي بدهم يشوفوا هل في قدوم شخص جديد بحياتهم، في تفكير، في نوع من التفاؤل. لا برج السرطان ولا عزيب برج السرطان،
بس حاليا ما عم شوف في شخص جديد بحياتكم. في أفكار أكتر، نوع من التفاؤل، أوقات عم تجي ببالكم أفكار سلبية بس بتقاوموها وتحاولوا إنه تكونوا أشخاص إيجابيين. أوكي، نصيحتك يا عزي برج السرطان، أنا عم شوف كأنه تكفوا أوهام أكثر وتكونوا واقعيين أكثر، لأنه تكونوا واقعيين أكثر، يعني ما تكونوا شخص بتحب المثالية أو تحب شخص بأحلامك، لأنه الحياة مش كليتها سعادة. لأنه كأنه ينصحك الورق أنه تكون إنسان واقعي أكثر. رح نشوف شو رح يعطيك النصيحة. عم يطلع لي انه في لازم تغطوا حالكم، تغطوا الروح، تغطوا القلب، اذا كان بطاقة ايجابية، اذا كان بطاقة بالصلاة، اذا كان بالدعاء، لازم تغطي الروح عشان يعني تستمدوا الطاقة الإيجابية. أوكي، بيقول لك إنه في نوع من الثغرات بالحياة، طبيعي، وإنه يكون عندك مشاكل بالحياة. تقبل الوضع وتقبل الأشياء اللي بالحياة، تكون واقعي أكثر. والحياة منا كليتها سعادة، أوقات بتكون فيها سعادة وأوقات بتكون فيها نوع من الحزن، بس حاول تتقبل جميع الأوضاع. كذلك عم نشوف على أنه بقول لك أنه لست بحاجة لأن أن تكون شخص، يعني أنه تلزم حالك أنه تكون شخص سعيد، بس كل شيء راح يكون بالوقت المناسب بيرفكت، يعني جيد جدا. أوكي، ما تقلق حالك ولا تعمل لحالك مشاكل، لأنه الأشياء بالوقت المناسب رح تجي. أوكي، ما تتعب حالك كتير أو تفكر بالمستقبل كتير، حاول أنه يعني تتقبل الواقع. أوكي، وتكون شخص متفائل أكثر. بقول لك انه انت كذلك بالفطرة شخص يعني مستشار، يعني كتير ناس عم تلجأ لك اوقات لتاخد منك نصيحة، يعني توسيع بحياتك. بقول لك اذا عندك هذه الفطرة فاستغلها لتحقيق مردود مادي. اوكي، اذا عندك موهبة انه تقدم مساعدة للناس، حاول تستغلها. هذا نصيحة للبعض بهذا القراءة، لانه هذه القراءة عامة. هذا كل شيء لكم يا برج السرطان. اتمنى انه تكون هذه القراءة